الواحد جزء من المسجد الاقصى، واي اعمال ترميم او زياره لها هي من اختصاص لجنه اعمار المسجد الاقصى المبارك واوقاف القدس، والتي نحضر في الاردن لحمل الاردن لامانه عبادتها انتظارا من الانفصال الهاشميه على المقدسات الاسلاميه والمسيحيه. ونذكر من على هذا المنبر الحكومه الى اتخاذ الخطوات اللازمه في التواصل مع الجهات ذات العلاقه لوقف تلك المحاولات التي يسعى من خلالها المحتل الى تغيير موضع التاريخين والقانونيين القائم بالقدس. كما من الواجب مخاطبه الهيئات والمنظمات الدوليه وعلى راسها اليونسكو التي صنفت الجدار الجنوبي للمسجد الاقصى بانه جزء من المسجد وللمسلمين وحده، وهو وقف وجزء من التراث العالمي الواجب الحفاظ عليه وحمايته من اي محاوله لتغيير معالمه. واكدا في الختام ان تلك الممارسات من شانها تطوير مساعي السلام، ولن تجد الامن والاستقرار للمنطقه، وهي تفرج للعالم ان الاحتلال ما زال غير مختلف في كل المعاهدات والمواثيق الدوليه، وهو محاولاته تلك انها يقصد الانصياع لرغبه الاسره الدوليه في احداث السلام في المنطقه. وعليه على المجتمع الدولي الضغط على هذا المحتل كي ينزع الى القرارات الدوليه ويتوقف عن مسلسل اقتحاماته للمسجد الاقصى ومحاولات تغيير الوضع القانوني القائم في القدس. فحق المسلمين والمسيحيين فيها غني خالد، ولن تنال منه كل هذه المحاولات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.